2013 لمحافظه المنيا. انا عندي 21 موقع تجميع للقمح، وعندي 29 موقع لمراكز التجميع. الحمد لله مالي المواقع التخزينيه وجوامع ومراكز التجميع 50 موقع في محافظه المنيا. احنا الحمد لله تم توجيه امبارح 690 طن 235 كيلو قمح، والحمد لله موسم مبشر، وباذن الله هيكون خير على مصر وعلى محافظه المنيا باذن الله. كل الكميه اللي مزروعه من القمح ال 245 الف فدان، لو الانتاج بتاعهم كلهم عند الساعات التخزينيه الحمد لله داخل محافظه المنيا، تكفي اي كميه قمح من 245 الف فدان تكفي للساعات التخزينيه بتاعتهم. كم المتوقع من المحصول؟ احنا المتوقع ان شاء الله في حدود 400 الف طن. ده زياده عن العام المقبل. زياده عن العام المقبل. انت حضرتك احنا السنه اللي فاتت احنا تم توريد 341 الف طن، احنا حضرتك السنه دي متوقعين 400 الف طن. لو هي قلت شويه، انا عارف حضرتك عندي مصر العليا بتاخد، عندي بعض المصانع المكرونه بتاخد، فمفيش مشكله عندي، لان انا عندي المواقع التخزينيه تكفي اي كميه ممكن.